قطع هذا الشوت واندفعت على بركة الله جياد وأفراسي. 3 سنوات في شوط مفتوح، تكافؤ من 0 حتى 75 الانطلاقة. تبدأ مع ميلوفر وكذلك سعودي أنجل يبدأ في المنتصف مع ظهور إفريدي، يتقدم مع محاولات من قبل أيضا هورياب هتلي. يبدأ في ظهور لان هورياب هتلي في الصدارة في المركز الأول، هورياب هتلي وأيضا محاولات التقدم من بقية الأسماء المشاركة. وهنا الصدارة سعودي أنجل أيضا في المنتصف مع محاولات بقية الأسماء المشاركة في هذه المواجهة البحث عن الانتصار الجديد، مع محاولات تقدم في أول ظهور وأول مشاركة في الميدان السعودي لهورياب هيتلي ذو 65 تصنيف و30 انتصارات خارجية. ظهور كذلك محاولات ماي بيري في أول مشاركة رسمية من الخارج في التقدم في هذه اللحظات مع أخطاء يمين، يتقدم في المنتصف الآن في التحدي مع هورياب هتلي أيضا. الاقتراب من المنعطف الأخير، هورياب هتلي مع محاولات أخطاء اليمين للتقدم مع لويس موراليس الآن 400 متر. الفاصلة هنالك استحثاث لماي بيري أيضا ومحاولات تقدم روكوزام أيضا. هنا أخطاء اليمين، هنا ماي بيري تتقدم، يتقدم ماي بيري يتقدم في المطاردة فيما الصدارة لأخطاء يمين في الصدارة في المركز الأول. يوسع الفارق مبداك، يبدأ في المغامرة الدخول بقوة للمطاردة للمتصدر أخطر يمين، يواصل مبداك يتقدم أخطر اليمين. إذا ينهي هذا الشوط مشاهدينا متابعين.